صباح الخير يا جابر بيه. صباح الفل، اخبارك ايه؟ انا اسمي المعلم جابر، قلتها لك 100 مره. امرك يا معلم جابر. خد. خد دول بقى انت وزمايلك. خيرك سابق يا معلم جاب. ياد ياد، ما ترفضش ابدا، ايدي اتمدت لك. ده اسمه ربك كل ما قسمها. امسك. بقول لك يا رضا، صحيح امون الحاجه عامله ايه؟ كويسه بخير وبتدعي لك قوي يا معلم جاب. الحمد لله، صحتك كويسه؟ بخير وبوم زي الحديد. طيب لو احتجت اي حاجه للحاج خش لها على طول. حاضر يا معلم جاب، ربنا يكرمك ويكفيك شر المرض ويزيدك من نعيم الله. سلم لي عليها. روح يا ابن الاصول، ربنا يفتحها في وشك دايما يا رب. امين يا رب. والله معلم جابر، انا قلت الحكايه باظت بعد اللي حكيته رحمه. وانا بصراحه اتخضيت من اللي انت قلته لي يا معلم. وفجاه العطر يرسى علينا ويبقى نقله. هي بصراحه ضربت معلم. عملتها ازاي دي يا معلمه؟ بص بقى، انا اول ما رحمه جات لي وقالت لي اللي عمله معاها منصور، ورقتين ورقه تجيبها لي من هنا بعدها على طول تمضي ورقه تانيه خالص. وانا فكرت ساعتها بقى، فهمت ان اللعبه ابتدت والضرب بقى تحت الحزام عيني عيني، خصوصا بقى لما قابلت غريب واللي معاه. يعني انا صح؟ بالظبط. اسم الله عليك. وحاولوا يخلصوا مني. وربك نجاني. قبلها بقى المعلم شردي كان مفطمني على اهميه المناقصه دي ومحذرني. هي دي فتحه الخير يا جدع. هي دي بقى الانطلاقه. بس خلي بالك من الغربان، هيحوموا حواليك من كل حته. عايزك تصحى لهم، ها؟ وفوق. العبها صح. انا بقى لعبتها اصل وصوره. الاصل قدمناه برقم، والصوره قدمناها برقم تانيه خالص، وسربنا المنصور. لغايه ما ضربت معانا ولعبت اللعبه دي، وربنا كرمنا زي ما انتم شايفين اهو. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا فضل. الحمد لله رب العالمين. معقول يا منصور؟ معقول تخسر كل حاجة فجأة كده؟ تخسر أبوك والشركة تضيع من بين إيديك والكل باعك؟ يا ترى ده ذنب مين؟ ذنب أبوك اللي اتقهر بسببك؟ ولا ذنب يحيى؟ ولا ذنب مين؟